ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جبنا لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده معانا كلاب برضو باسعار حلوه بتبدا من 400 جنيه. معانا كلاب جيرمان النهارده بتبدا من 400 جنيه وجراوي تقليب كويس. يعني بدايه الفيديو كده يا شباب، ما تنسوش تعمل لايك، اهم حاجه تعمل لايك عشان اللايك دوت هو اللي بيساعدني اوصل لاكبر عدد من الناس، فنجيب مشاهدات اكتر فتشجع ان انا اعمل فيديوهات اكتر. اي حد يا شباب حابب يبيع اي حاجه من خلال القناه، رقم التليفون على الشاشه، ابعت لي صور الكلب اللي انت حابب تبيعه والمكان والسعر وكل التفاصيل اللي انت حابب تزودها، وان شاء الله الفيديو الجاي الكلب بتاعك هيتباع من خلال القناه. عشان نخش في الفيديو من غير رغي كتير، سيب لكم روابط الانستجرام والتيك توك ورقمي تحت في الديسكريبشن، انزل اعمل لي فولو هناك وظبطني. يلا نخش في الفيديو. اول حاجه معانا حاجه كينج كورسو، تقليب يعني مش اللي هو خالص، ولكن الكلب يعني شغال تمام. المكان المنزله الدقهليه، رقم التليفون هتلاقيه على الشاشه، والسعر برضو المطلوب فيه مش غالي قوي، مطلوب فيه 1500 جنيه وفي واجب للي هيجي من خلال القناه تمام. الذكر عنده 10 شهور، كلب كويس جدا 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 تمام. يعني بالنسبه لسعره فهو مناسب جدا، ممكن تنزل معاه برضه 1200 او حاجه، ولكن تقليبه مش اللي هو تمام. معانا حاجه برضه روت وايلر على ارمنت، اللي هو الكلب المصري اللي كلنا عارفينه. بصراحه الجرو ده عجبني جدا جدا جدا. الكلب ده هيطلع معاك ارمنت لون مختلف او نادر في مصر، والارمنت عموما نادر في مصر، ولكن ما شاء الله الجرو ده عاجبني بشكل جميل جدا بصراحه. بصراحه الجرو ده هيبقى مستواه حلو تمام. هو ارمنت خالص مفيش روت وايلر، واخد بس لون الروت وايلر، مطلوب فيه 1200 جنيه قبل النقاش، يعني ممكن يخلص على 1000 جنيه مثلا. بصوا والله الجرو ده ما شاء الله بصراحه كلب جميل جدا تمام. مكان الشرقيه فقوس، وكلب ما شاء الله مستواه حلو جدا 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 تمام. معانا نتاية حامل بيتبول، والذكر برضو بتاعها يعني قص مع بعض، مستوياتهم كويسة. انا بقول بان النتاية حامل بالقص كله على بعضه، قال لي قيمهم انت هيعملوا حوالي 4000 جنيه مثلا، ممكن تنزل معاه تمام. برضه شوف صاحب الحاجه هيقول لك ايه، ممكن تنزل معاه شويه لان الحاجات تقليباتها مش حلوه قوي، ولكن النتايه حامل فانت هتاخد حاجه هتولد عندك تمام، والذكر هيبقى موجود عندك. فانا بقول القص على بعضه هيبقى عامل مثلا 4 تمام، بحيث ان احنا ما نظلموش برضه ان النتايه حامل، ان هي لو هتتباع لوحدها مثلا ممكن تتباع ب 2500 جنيه، والذكر برضه يقول ب 1500 جنيه مع النتايه تمام. بصراحه الكلبين كويسين جدا للبيع، عشان هو مسافر بره مصر فاكيد مش هيعرف يهتم بيه. والمكان المنصوره مركز اجا، تواصل معاه برضو، اتفقوا برضو انتوا الاثنين، لو انت تاجر برضو خش اتفق معاه الافضل، شوف الدنيا برضو بتقول ايه تمام. معانا حاجه هاسكي عين زرقاء، مطلوب فيه 2000 جنيه بس، كلب مستواه جميل جدا. المكان زفت الغربيه، بصراحة مستوى الكلب ده حلو جدا بالنسبة لسعره تمام. فأنا هسيب لكم رقم التليفون على الشاشة، تواصل مع صاحبه شوف الدنيا بتقول ايه تمام. معانا حاجة نتاية جيرمان، عايزة صاحبها عايز يبدلها بكلب بيتبول صغير او جارو صغير. بصراحه انتهى برضه مستواها جميل، وشها حلو بس وشها كويس جدا، عندها ودان كويسه، شعريتها جميله جدا، انتهى مرسومه جدا. لو انت عندك حاجه بيتبول برضه انتهى صغيره كويسه، تواصل معاه، عندها شهر او شهرين تمام، وعايز حاجه جرويه من محافظه بني سويف. بصراحه كلبه برضو مستواها جميل جدا تمام. معانا بقى ذكر جولدن تمام، الوان حمراء زي ما انتم شايفين، شعرها كويسه. صاحبه عرضه للبيع او للجواز تمام، عنده سنه واربع شهور للبيع ب 1300 جنيه او للجواز ب 300 جنيه بس تمام. الذكر اللعبي جدا، وفي شراسه على الحيوانات وفي على البني ادمين برضو، اكيد خفيفه يعني تمام، بما ان هو جولدن تمام. معانا برضو حاجه جيرمان، مطلوب فيها 800 جنيه تمام، مستوى برضو حلو، شغاله مش وحشه، وشعرها كويسه، وكلب عظمه حلو. معانا برضو لنفس الشخص حاجه ب 400 جنيه، عندها 7 شهور، جيرمان برضو، ولكن مستواه برضو على قده. المكان المنصوره مدينه شربين، الكلبين دول لشخص شخص واحد، والكلاب مستوياتها معقوله جدا تمام. اخر حاجه معانا جراوي روت وايلر 46 يوم، زي ما انتم شايفين التقليب كويس جدا، طبعا هو عارضهم للبيع تمام. فانت لو تاجر مثلا حابب تخش تشتريهم كلهم عادي مفيش مشكله، هو ما قاليش سعر فيهم، فانت خش تفاوض معاه، اساله الدنيا يعني، اساله في اسعارهم كده، وشوف انت لو هتاخدهم كلهم هيبقوا عاملين كام تمام. برضو معانا حاجه لنفس الشخص ذكر كين كورسو، برضو مستواه حلو جدا، شغال شراسه، برضو ما قاليش سعر، فانت خش برضو اساله
تمام، كلب برضه شغال شراسه كويس جدا، فانت تاخد حاجه شرسه معاك. الجراوي الروتوايلر ده انا شايفه برضه لقطه لنفس الشخص، فانت شوف الدنيا بتقول ايه. تمام، بس حبيب قلبي كنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو انا متاكد الفيديو هيعجبك، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه. كما معكم كوم تريكس، سلام.